محمد أزرق لم يموت، لم يموت لأنه خالد في قلوب كل هاد الناس الحاضرين معنا هنا في هاد اللحظات ديال الوداع دياله. أنا بالنسبة لي هي فلسفتي على الموت هي فلسفة تختلف عن الفلسفات الأخرى. نحن الميتون وهم الأحياء، كلنا سيأتي وقت وسندخل شرنقتنا بعد أن ننهل من هذه الدنيا ما نشاء، لنخرج بعدها معافين أحياء كما يراد لنا أن نكون. محمد الأزرق كان يقولها وهو في حياته: سأشغل الدنيا، سأشغل الدنيا كلها. وقد استطاع سي محمد الأزرق أن يشغلنا جميعا، أن يشغل حتى الناس الذين لم يلتقي بهم على صفحات التواصل الاجتماعي. محمد هو إنسان أحب الحياة، وهذه هي الحقيقة، يجب أن نحب الحياة، أحب الحياة إلى آخر ثملة وشربها إلى آخر قطرة. سي محمد في جنة الخلد لأنه له أحباب من مختلف مناطق المغرب وخارج المغرب، إنسان طيب خلوق، لم نسمع عنه قط أنه أساء إلى أحد ما، ربما أساء إلى نفسه أكثر من إساءته للآخرين، كان يحب أن يلقن بالملعون. محمد مهما قلنا فلن نوتيه حقه، شاب في مقتبل العمر، هو ارتاح ورحل عنا، لكن قلوبنا مع ابنته وابنه وزوجته، له الرحمة في هذا اليوم الأبرك، ولنا الصبر والسلوان لكل أحباته الأدباء المثقفين الفنانين من مختلف الربوع والأماكن في هذا الوطن الحبيب. لا أجد ما أقول سوى أن محمد دخل شرنقته، سيخرج منها بعد حين معافى كما كان يحب. محمد لم يكن ليحزن أكثر على نفسه مما حزن، له الرحمة ولنا الصبر والسلوان. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا في واحد المناسبة أليمة في المقبرة ديال الفرجاني، مناسبة وفاة واحد الصديق، واحد العضو من جسم الأسرة التعليمية بمدينة طنجة، كان رجلا محبوبا عند تلامذته وزملائه، كان يألف ويؤلف. يمكن أن نلخص صفاته بأنه كان رجلا يألف ويؤلف، كل من تعرف عليه إلا وأحبه وألفه وارتبط به. كان رجلا يجمع بين كل الناس ويؤلف بين كل الطبقات الفكرية والثقافية في المجتمع الطنجاوي. هكذا كان هذا الرجل العظيم والمحبوب لدى الناس، كما قلت التلاميذ زملاء ديالو في العمل، الناس في الحي ديالو في شفشاون في طنجة، هكذا كان. كانت من نوله الرحمة ولأهله الصبر والسلوان، ونتمنى أن من الأنفة صاعدة يكون واحد الاهتمام أكبر بالشغيلة التعليمية في طنجة وخارج طنجة. نتمنى يكون الاهتمام يعني من البداية إلى النهاية. الأستاذ كان المفروض تكون واحد المجموعة ديال الخطوات من أجله، كان بالإمكان ربما إنقاذ الحياة ديالو، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نشدد الدعاء له بالمغفرة والرحمة ولدوي بالصبر والسلوان، وشكرا لكم على هذا الاهتمام.